وخلونا نبتدي مع بعض بالأخبار اللي معانا. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع في تطوير منظومة التعليم في مصر، ووجه سيادته بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وده في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة خاصة العنصر البشري. كمان من ضمن أهم الأخبار، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية، وده اللي مناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة اللي فاتت خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، منها طبعا سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين بقيمة 30 مليار جنيه. كل هذه التفاصيل هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وده في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة وخاصة العنصر البشري، وإيلاء الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل بتقوم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. امبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود اللي بيقوم بيها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو اللي بيلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص والمساهمة في إطلاق طاقتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برؤساء الغرف الصناعية لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وأيضاً تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع مسؤولي شركة أباتشي الأمريكية لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وأكد مدبولي أن الدولة تتطلع للمزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأيضاً التوسع في الأنشطة الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدودي الدخل. قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات اللي بيقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية. أما بالنسبة لأهم وأبرز أخبار المحافظات، ففي الغربية امبارح تم إطلاق المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. في المنوفية تم تدشين فعاليات مبادرة خطى واللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، وده لدعم ذوي الهمم تزامنا مع يوم العمل الإنساني. أما محافظة الدقهلية فتم افتتاح الملتقى التوظيفي للشباب لتوفير 4000 فرصة عمل، وفي الشرقية تم النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الغربية أطلقت مديرية الشباب والرياضة اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لعام 2023-2024، واللي بتهدف لاكتشاف واختيار أفضل العناصر الرياضية في ألعاب الملاكمة والجودو والمصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة. بتجري الاختبارات في عدد من الأندية بالمحافظة، هي أندية السكة الحديد وغزل المحلة وغزل طنطا و23 يوليو ومركز شباب مدينة بسيون.
في المنوفية شهدت المحافظة تدشين فعاليات مبادرة خطى اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الهمم تزامناً مع يوم العمل الإنساني، وده في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. في الدقهلية تم افتتاح الملتقى التوظيفي للشباب اللي بتنظمه مؤسسة حياة كريمة بالصالة المغطاة باستاد المنصورة بالتعاون مع عدد من الوزارات وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين في كافة المجالات. في كفر الشيخ أكدت المحافظة إن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدماتها لمليون 556 ألف مواطن منذ انطلاقها وحتى الآن، واللي تضمنت قوافل طبية وتنظيم أسرة وعلاج على نفقة الدولة ووحدات طب أسرة، إضافة لمبادرات الصحة العامة. في الإسكندرية أكدت المحافظة إنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بأربع مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبو صير وقرية الغربانيات، اللي من خلالها بيتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، ده بالإضافة لإنشاء ورفع كفاءة وتطوير ست مراكز خاصة بالشباب. في شمال سيناء شهدت المحافظة تنقل فرق التطعيم بالشوارع والقرى لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اللي هتستمر لحد يوم الأربعاء اللي جاي، وبتقوم بالتطعيم 470 فرقة بتجوب أنحاء المحافظة، وبيتم التطعيم مجاناً وبدون أي مقابل. في البحيرة أعلنت مديرية الطب البيطري تحصين 4214 رأس ماشية خلال 24 ساعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 515538 رأس ماشية. في الشرقية قررت المحافظة النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة السنوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلاً من 228 درجة، وده تيسيراً على أولياء الأمور والتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة السنوية بمختلف المدارس بنطاق المحافظة.